أخبار اليوم. احنا الزيارة الاولانية كانت في يناير اللي فات، واجتمع مجلس ادارة كان بالصدفة، كان يوم اجتماع مجلس ادارة، واجتمعنا وقررنا ان احنا نعمل حاجة للمستشفى بحيث ان احنا نقدم كل سنة، يعني كل على كل اشتراك كل عضو في النادي يدفع 10 جنيه كل سنة للمستشفى، تروح المستشفى بحيث ان تبقى حاجة ابدية موجودة من النادي، بدل ما بتقدمي مبلغ او هدية او جناح وبتنتهي العملية. بس ده كان لازم ناخد فيها رأي الجمعية العمومية، فطرحناها على الجمعية العمومية، وكان في واحد من اعضاء الجمعية العمومية الحقيقة كنا بنطرح ال 10 جنيه قال لا 20، انا افتكرته بيعترض، لا 20. فالحقيقة رد فعل الجمعية العمومية كان ايجابي جدا، وزي ما بقول دايما دي حاجة عظيمة ورمز للنجاح في مصر ورمز للاستمرارية في مصر، يعني ليس فقط في الإنجاز وليس فقط في ان احنا بننقذ اطفال يعني محتاجين المساعدة الحقيقية ودول ولادنا، لا ده كمان في القدرة على الاستمرارية، يعني يكون المستشفى تفضل بهذا المستوى. فده يرجع طبعا للدكتور ابو النجا، يعني اللي هو الحقيقة عامل شغل ممتاز، ولازم بدورنا كنادي اهلي او اي مؤسسة في مصر النهاردة لازم تساعده.